عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اليوم الجو يا اخوان يعني نحكي انه وكأنه جو صيف. طبعا اتصال من راعي اغنام في منطقة عين جريوت افعى لدغت غنمة، والغنمة وضعها تعبان والافعى دخلت في داخل عندنا بيحكوا لها السنسلة. السنسلة يعني مكان حجار بيحكوا لها سنسلة. فأنا بدي أنزل، رحت جبت معاي، أنا جاي من رام الله، كنت أجيب دواء، في دواء هذا مش موجود زيه بتاتا يعني حتى بالصيدليات غير موجود، فأنا دبرته بطريقتي ما بدي أحكي خلاص. ف ونازل آخذ إبراهيم معي وننزل بتجيب النساء على المنطقة هاي ونحاول ننقذ الغنمة، ونحاول إذا بنعرف نخرج الأفعى نخرجها من المنطقة. طبعا كالعادة عنا الأزمة رام الله بتونيا. طبعا الجو شايفين شمس، الحرارة 25 يعني 25 يعني صيف يا أخوان صيف، يعني عنا بالصيف مرات بتكون 25 هان. فإن شاء الله اللحق، ان شاء الله نلحق الغنمه وننقذها. هلا سلام وننقذها. وبلشت زي ما قلت لكم دائما في شهر 2 بالاخص نص 2 بصير يعني حالات لدغ سواء لحيوانات او لبني ادمين. مثل ما حكيت سبحان الله، يعني انا بتذكر 15/2 قبل عده سنوات حجة من قرية بيت ريما لدغتها أفعى فلسطين، كانت تلقت ميرامية. طبعا أنا الوقت بلعب معي دور. طبعا أي حدا يا أخوان عنده حيوان بنكرس، في أنواع دواء أنا بستخدمها طبعا غير المضادات، فيش مضادات لل يعني سموم، يعني يلا الانسان فيش عندنا مضاد اصلا بالسنه هاي، ما عندنا اي نوع مضاد للافاعي خلاص يعني فرطت. لكن انا عندي طريقه ادويه بعالج الكلاب والحيوانات والحمد لله كلها ناجحه، واللي بده يعالج ما يستحي يتصل علي وانا بعالج له بدون اي مقابل وبدون اي ثمن للدواء، انا مني بس يرن علي يجيب لي الحيوان المكروس وانا بشتري شغلي معه، سواء كان حصان او كلب او غنمه او اي شيء. بدي اجي طريق براني مثلا زي ما انتم شايفين الجو ربيعي وشوب، مثلا هاي فيها نخيل شايفين، مثلا هاي الخيول بتاكل، هان بكون في افاعي بتتعرض للدغ، يعني مثال جبت لكم اياه، يعني هيك بصير عندنا من الافاعي. انطلق في ماي نشرب، يلا اطلع. يا الله نسيت تلفوناتي ونسيت الدواء، بلف ارجع اجيب. ما بعدناش
وينك؟ جبت قزمة؟ هذا بيعلق مرات. يلا اطلع. شو الوضع؟ كيف الغنم يا؟ الشيء راحت ماتت؟ أمانة الله. وينها؟ تحت. يا ضي ما لحقناهاش. يا الله جبت أدوية، كل أنواع الأدوية. لو لحقتها يا بس خلص. لما اتصلت عليك ما ايش قالت؟ تنزل تحت عندنا. لما قلت لها هيني جاي. انا بكيت في رام الله في الارسال. يعني اكل من نص ساعه عيدت. عيدت. يا الله جبت معي ادويه ممتازه يعني. يعني انا عمره ما وصلني غنمه مقروصه او كلب الا على شنو. مشت كثير محل منكرصات؟ لا. الأدوية خلص بلزمش نجيبها، جبت معي كل أنواع الأدوية. خلي عندك مش حاجة تتسنة تتسنزرين ولا؟ السنة هاي تقل. وين القلمة؟ تحت. ما نشوفها. عاد ما طولناش يعني، ما لهاش القلمة مكروسة ساعة. القلمة زي بني آدم. لا والله في بنعالجني. وين هي؟ والحية برضو غاد. ايه العصا، نسينا نجيب العصا. محمود عصاة الحياة يا وين؟ روح روح جيبها، روح جيب عصاة الحياة وتعال. كنت رايح الغنم فوق ونزلت تحت. الغنم هي هاني تحت. هناك تمددت. كنت ابصر شو مالها، ما انتبهت لها. شايف؟ يا حرام عليهم. يا روح بس يا ايش فيها؟ يا باي لو لحقناها بس كان اعطيتها شيء، نشطت لها القلب والدوره الدمويه. روحت الغنمات. كنت بدي اجوقها لما وصلت هان بطلع الغنمه في الزاويه هذيك متمدده. بطلع الله الحيه هان. شايف؟ هان سوى شجر عندك. هان عندي شجره. اوكي الشجره هذه هاي. اوكي قبل ما اصل هان الله يبدا داخل في السلسله. وين؟ جوا هذا. هان؟ بس الله اعلم في منكب. بس منكب في مالفش. طب ما اكد لي وين بالضبط دخله. في الخبز اللي عندك. طلعت 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 طلعت
هات هات بسرعه هات 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 بسرعه بسرعه كم تشرد العصا استنى استنى العصا 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 كم شبش بس هات هات فلت خلاص فلت 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 هاي حي فلسطين ايش غير هاي تعيش هنا سمعت تنفخ يعني بقول لك شوي ما شفتها يعني ما انتبهت. اي زمان ما اشتغلت انقطع نفسي. يا عمي كبرت انا خلاص. انا كبرت بالعمر صرت اتعب. لو في باقر هان لشيل لك كل هاي السلسله اذا ما طلعتلكش يعني بالراحه خمس ست حياه زي هاي بكش اسمه جمال. في دخلات سبات في المنطقة هاي متخبيات وطلعن احنا دائما بنشوف هاي طيب كيف تنفخ حالها طيب كيف بتعرض حالها انقطمت العصاية يا محمود انقطمت من وين جايبين هاي العصاية بعد ابعد تقربش ابعد لك ابعد 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 عن السلسلة لا تخافش تخافش ابعدها تحت عن السلسلة هات هذيك الشوطة اكبس عليها هات اي شيء هات شوف الكنين اللي معك اعطينا جرب بس حطها في السؤال هاي لها غطاي هات هاي نفس الغطاي تدخل راسها بتدخل والله لازم اعوضوك انت عشانك هان في جبل ولحالك وداير بالك على الارض وفيش حدا هان لازم وزارة الزراعة هان انتو بتزرعوا صح؟ نعم والخنازير بالليل انا يعني صرت كاتل هان اقسم بالله في هاي المنطقة فوق 70 خنزير ولسه فيه واكثر ناس بيعانوا المزارعين من الخنازير وتجرفوها هاي كم خنزير كتلت؟ 2-3 جوا هاي القطعة لحالها جوا هاي لحالها هذا جديد وفي الواد جوا مليان كديش وهاد وفوق وهان وتحت تحت مليان الخنزير اللي طخيناه بالليل وهو بيجري شايفين فوق فوق غير طخيناه بالليل طبعا حازم كثير برن علي لما بيجي خنزير بيجي من الصيد وياه خنزير لانه بزرعوا هم فوق بعدين هم موجودين هان لحالهم فيش حدا بنام هان بضل هان غيرهم هذول الجماعة بيستاهلوا الدعم المفروض وزارة الزراعة أقل ما فيها تجيب أدوية للخنازير عدوية للخنازير ولا لا يا سيدي جيب لكم تعويض مش أدوية بس جايبين أنا فيش أدوية على الفاضي ما بيجيبوش أعلاف للغنم ولا شيء ولا بيجيبوا شيء واحنا في منطقة لازم هاي المنطقة بالذات اه منطقة بعيدين عن بيتونها 4-5 كيلو عن بيت ورا 4-5 كيلو في بر في واد هاي منطقة واد لازم يجيبوا ويدعموا منيح لقطناها من تحت جاد خليها بس مش ترميها لا انا برميها مش اوديه بجمعها على التركيب اللي بنفلته نوع مفيد بوكل السام وغير سام فهمت علي؟ بالعكس انواع مفيدة شو معانا شي بتجيب افتح ورا خليه لفوق من جيب لنا كنينة عريضة فوق من دبرها فوق طلعت لا طلعت استنى استنى دير بالك عشان نسكع هنا لا منيح هاي تقرص شو سبع تقرص ولا ما ترصد نار اليوم الجو صيف المنطقة أعتقد ملانة حيالها والغنم بس مبين طلعت الشمس هي طلعت الشمس مش بدها تقرص طلعت الشمس اجت الشاه جنبها بالضبط قرصتها هي لسه طالعة تاخذ طاقة لان انا دائما بشوف حيايا بشردن اليوم باخذن طاقة وبفللن اخرى عرفت؟ برد بالليل بتسكع بتخبن يعني لسه لسه مش النشاط تبعهم القوي عرفت؟
لكن هي طالعه ماخذة شمس قاعده، هالغنمه مسكينه. يعني لو في الايام في الصيف تشرب لما في ممكن مش حسب. تطرق هيك بتتنفس خلاص. يلا اليوم يلا اطلع كود بتفرجيهم، بس خليك زقيطها هيك بس وخلاص، تخفش ها، خليك زقيطها هيك، تخفش تخفش عادي عادي، حط ايدك خلاش بس تطلع حالها. ايوه ورجيهم اياه وتعال، بده يفرجي الافعى لعيلته، خليه يفرجي. والله المزارعين هم مساكين عارفين من وين يتلكوا، من الخنازير، من الخلندات، من الافاعي، هو بيزرعوا، هذول بيزرعوا زراعه كمان، يعني عندهم هان بيزرعوا باذنجان، بيزرعوا خس، بيزرعوا شغلات كثير. مربي له كم غنمه هان بتسلى فيها. هاي كلب كفكازي يا محمود، هاي كلب كفكازي. ايوه ايوه اوديهم، يعني شو بدي فيهم؟ لا هي للحدائق بس، لانه عندنا ما حدا بيستفيد منهم ولا من سمهم. ما هاي ماشي، فين فوادي البلد؟ عندنا ما على الفاضي. انا هذيك السنه وديت 20 وحده على حديقه كلكيليا، حرام وين بدهم يتفرجوا عليهم الناس. يلا اذا ناوي تربيها خذها ربيها. لا شو بدك فيها؟ عندنا ملان. عندنا ملان. استنى نرجع لك. طيب ماشي، اي شيء خليهم يرنوا لي. ماشي سلام.